اجتمعنا اليوم الصباح وفي تدخلات كان تقييم الوضع ليوم الجمعة. آخر قرارنا هو أن جبهة المستقبل لرشحة رئيسها، اتفقنا وبالإجماع على أننا ندخل بملفاتنا، وها نحن اليوم في المجلس الدستوري واللي حطينا الوثائق تاعنا. 1748 من الناخبين منتخبين و115000 ناخبين. استقبلنا من رئيس المجلس الدستوري كان استقبال شيق وحديث شيق. اليوم استوفينا كل الملف ما يتوجب وما يجب عن قانون الانتخابات وقانون ودستوريا استوفينا كل الملف، ملف جاهز والاستمارات جاهزين. والاستمارات كما تعلمون اجمعنا 62000 صافيه